يعني القوات الأوكرانية كيف تفكر بباخموت اليوم؟ هل هي تحشد كل قوتها للتصدي للهجوم الروسي؟ في بعض الأحيان كما تحدثنا سابقا هناك تقليل من أهمية باخموت، كيف يتابعها الأوكران هذه المعركة؟ بداية الأوكران على مستوى مكتب الرئاسة والحكومة والجيش والشعب الأوكراني جعل أولويته وركيزة دفاعه هو هذه المدينة، ليس لأهميتها الاستراتيجية كمنطقة بمقدار ما أنها أن سقوطها سيعطي دافع معنوي أكبر لباغنر والقوات الروسية، إضافة إلى أنه يمكن أن يسهل احتلال مزيد من الأراضي الأوكرانية. إذا أوكرانيا تتجه لحشد أو حشر يعني تجميع وتركيز القوات الروسية في منطقة محددة وبقعة جغرافية محددة، بل على العكس استنزافها من خلال الخسائر الكبيرة التي تؤكدها القوات الأوكرانية، ونحن يوميا يصلنا من المواقع الحكومية حقيقة مشاهد فيديو وليست صور عن الخسائر والتي تقع في الجانب الروسي سواء كانت للجنود أو حتى للدبابات والمدرعات وغير ذلك.